على ضفاف شط العرب، نظمت مجموعة من الفنانين في البصرة فعالية لرسم مشاهد من العدوان الإسرائيلي على غزة ومعاناة الأشقاء الفلسطينيين. هنا تجسد إحدى المشاركات في لوحتها امرأة بكوفية فلسطينية تحمل حمامة سلام وأطفالا مذعورين من وابل صواريخ الاحتلال، ولوحات تعبر عن التعاطف مع أهالي غزة ومواساتهم. الدافع الأهم والأكبر لهذا العمل هو ما يتعرض له السكان الأبرياء من عملية تدمير وتحملهم لكل أصناف الأسلحة والقنابل والصواريخ. حاولنا على الأقل نواسيهم ولو بشيء بسيط، عملنا الفني، عملنا الثقافي، عسى ويعل أن تصل الرسالة إلى العالم أجمع. المشاركون في الفعالية من مختلف الفئات العمرية، تناولت أغلب لوحاتهم مأساة أطفال غزة وما لحق بهم من قتل وإصابات بالغة تؤدي إلى الإعاقة، فقرابة 5000 طفل في القطاع استشهدوا خلال أكثر من شهر. أنا قدرت أعبر عن هاي اللوحة من خلال أم تحتضن طفلها، وهاي عنوان اللوحة بصورة عامة هي الحضن الأخير، كيف الأم بهاي اللحظة اللي راح تفقد ابنها نهائيا، فهي حضنتنا الحضن الأخير. ونفس الوقت نلقى النار خلف اللوحة اللي تمثل احتراق الأرض، إن الأرض بعد الدمار والحروب ماكو غير إنه تكون رماد، فهاي النار تمثل احتراق الأرض وتمثل احتراق قلب الأم نفس الوقت. المشرفون على تنظيم هذا النشاط أكدوا أن الدافع الأهم والأكبر لهم هو إبداء تضامن الشعب العراقي مع شقيقه الفلسطيني ورفضه قتل الأبرياء وغضبه لاستمرار العدوان السافر بلا رادع.